ملامح أولية لصفقة ضخمة مرتقبة بين السعودية ومصر سربت إلى العلن، والقاهرة وصفتها بأنها أكبر فرصة استثمار مباشر مع المملكة. فما هو مشروع رأس جميل المنتظر؟ وما حقيقة الأخبار المتداولة حوله؟ أصبح الحديث عن مشروع تطوير أرض رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء حديث الأوساط الاقتصادية في مصر خلال الساعات الماضية، بعد أنباء عن دخول مستثمرين سعوديين في مشروع التطوير. الأرض المصرية رأس جميلة تطل على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان المصري. ورأس جميلة تقع أيضاً بالقرب من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها العاهل السعودي الملك سلمان خلال زيارة له إلى القاهرة في عام 2016. نطلق على هذا الجسر جسر الملك سلمان بن عبد العزيز. وأفاد مصدر حكومي مصري مطلع وفقاً للحرة إن مجلس الوزراء يدرس حالياً عرضاً مقدماً من السعودية وعدد من المستثمرين فيها لتطوير وتنمية رأس جميلة. وحسب المصدر نفسه فإن العرض المقدم من الجانب السعودي للحكومة يتضمن تطوير وتنمية المنطقة من خلال إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية بها، ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز للتسوق ومطاعم وكافيهات بإجمالي استثمارات قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بشأن المشروع مع الجانب السعودي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، على أن يعلن رئيس الوزراء المصري تفاصيل الصفقة رسمياً في مؤتمر صحفي مع المستثمرين السعوديين وفقاً للمنصة. لا زال الحديث عن المشروع من الجانب السعودي الرسمي قيد الكتمان، وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن مصر تستعد لطرح الأرض على السعودية قبل أن تسحب الصحيفة التقرير من موقعها على الإنترنت. لكن المملكة قالت في عام 2018 إن مصر تعهدت بمساحة واسعة في جنوب سيناء لاستكمال مدينة نيوم قبالة مضيق تيران. في المقابل نفى المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال المصري الأخبار التي خرجت مؤخراً بشأن وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة رأس جميلة. وفقاً لهذه المعطيات، لا يزال الحديث عن مشروع تطوير أرض جميلة على البحر الأحمر مجال بحث وتساؤلات، ولا يتعدى بعد التوقعات بأن يتم تطويره بالشراكة مع السعودية على غرار مشروع رأس الحكمة الذي وقعت الحكومة اتفاقية شراكة بشأنه مع الصندوق السيادي بأبوظبي الأسبوع الماضي.